بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكل تأكيد قد سمعتم من قبل عن قارون وكنوزه وقصة خسف الله قصر قارون وكنوزه تحت الأرض، ولكن ما عرفتموه ليس هو الحقيقة كاملة، وبها بعض المغالطات التاريخية والتي ستتضح من خلال سرد أحداث تلك القصة. فمن هو قارون؟ هو من قوم موسى عليه السلام من بني إسرائيل، فهو قارون بن يسهار بن قاهز بن لاوي بن يعقوب، وهو ابن عم موسى عليه السلام بن عمران بن قاهز بن لاوي بن يعقوب، فكلاهما لهما نفس الجد قاهز. كان قارون واحدا من أتباع موسى عليه السلام، وكان شديد العبادة، وقد فاق جميع بني إسرائيل في عبادته. فلم يكن قارون منذ البداية فاسدا، بل يقال أنه كان ذو صوت جميل في قراءة التوراة على قومه المؤمنين برسالة موسى عليه السلام. ولكن كيف انتهى به الحال إلى ما وصل إليه من فساد؟ وكيف جمع كل تلك الثروات؟ كان قارون شديد العبادة وذو صوت جميل في قراءة التوراة، وكان يعتزل قومه كثيرا للعبادة في أحد الجبال، وكان الشيطان يحاول أن يفتنه بالشياطين فلم يقدروا عليه، حتى تمثل إبليس ذات مرة بنفسه إليه على صورة رجل، وكان يتعبد معه حتى فاق قارون نفسه في العبادة. فأصبح قارون يتواضع له أشد التواضع، وبدأ إبليس يستدرك قارون من خلال تجسده في هيئة الرجل الذي فاق قارون في العبادة، فقال له: لا نشهد للقوم لا جماعة ولا جنازة، فوافقه قارون. ثم جعل بنو إسرائيل يحملون الطعام إليه. بعد ذلك قال إبليس لقارون: إننا صرنا عالة على القوم، فالرأي أن نخرج يوم للعمل نكسب فيه وباقي الأسبوع نتفرغ للعبادة. ثم بعد ذلك استدرج إبليس قارون أكثر، فقال له: صرنا لا نتصدق على أحد ولا نساعد أحد، فالرأي أن نعمل يوما ونتعبد يوما. فلما وصل قارون إلى هذه الدرجة تمكن منه الشيطان وترك وانصرف، وفتحت لقارون الدنيا، فنسي ما كان عليه من الزهد والعبادة. وقد اختلف في مصدر ثروة قارون، وهناك قولان فيها، فقد قيل أن مصدر ثروته كانت التجارة والتي كان بارعا فيها، وقيل أيضا بأنه كان عالما بأصول علم الكيمياء، وقد أخذ هذا العلم من موسى وهارون عليهما السلام، وجزء من هذا العلم من يوشع بن نون، وهو الفتى الذي كان مع موسى عليه السلام في رحلته مع الخضر عليهما السلام. وتوصل قارون من خلال هذا العلم للمعادلة التي تحول أي معدن إلى الذهب، فأصبح من الأغنياء، بل أصبح أغنى الناس، فجعل حتى أبواب قصره من الذهب، وعظم ماله وزادت ثروته، ونسي الله وعبادته، ولا يتصدق من ماله الكثير حيث اختر بنفسه، ونسي فضل الله عليه. ويحدثنا الله عن كنوز قارون في القرآن، حيث ذكر في القرآن أن مفاتيح الحجرات التي كانت توضع فيها الكنوز كان يصعب حملها، فكانت تلك المفاتيح لا يقدر على حملها عصبة من الرجال الأشداء، والعصبة تعني عشرة فأكثر، فما بالكم بالحجرات نفسها وما تحويه من كنوز. لكن قارون بغي على قومه بعد أن أتاه الله كل هذا الثراء، ونصحه الصالحون من بني إسرائيل، حيث قالوا له: لا تبغي يا قارون، ولا تفخر بنعم الله تعالى عليك، ولا تتكبر بما منحك إياه الله من الأموال، فالله لا يحب الفرحين المتكبرين. وأمره موسى عليه السلام أن يتصدق من هذه الأموال، وأن يعطي المحتاجين، وأن يطعم الجياع من قومه، ولكن قارون أبى أن يطيع موسى عليه السلام. وجحد قارون أكثر واستكبر وقال: لقد أتيت هذا المال على علم عندي، أي أنه نسب الرزق لذاته ونسي أنه فضل من الله تعالى عليه. وذات يوم خرج قارون على قومه بكامل زينته، فطارت قلوب بعض القوم وتمنوا أن لديهم مثل ما أوتي قارون، وأحسوا أنه في نعمة كبيرة. فرد عليهم من سمعهم من أهل الإيمان: ويلكم أيها المخدوعون، احذروا الفتنة واتقوا الله، واعلموا أن ثواب الله خير من هذه الزينة، وما عند الله خير مما عند قارون. وعندما تبلغ فتنة الزينة ذروتها وتتهافت أمامها النفوس وتتهاوى، تتدخل القدرة الإلهية لتضع حدا للفتنة، وترحم الناس الضعاف من إغرائها، وتحطم الغرور والكبرياء،
وقد جاء العقاب حاسما، فخسفنا به وبداره الأرض، صدق الله العظيم. وهكذا في لمحة خاطفة ابتلعته الأرض وابتلعت داره، وذهب ضعيفا عاجزا لا ينصره أحد ولا ينصره ماله. وبدأ الناس يتحدثون إلى بعضهم البعض في دهشة مما حدث، فقال الذين كانوا يتمنون أن عندهم مال قارون وسلطانه وزينته وحظه في الدنيا، حقا إن الله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويوسع عليهم أو يقبض ذلك، فالحمد لله أن من علينا فحفظنا من الخسف والعذاب الأليم. إنا تبنا إليك سبحانك، فلك الحمد في الأولى والآخرة. وجاءت تلك القصة في القرآن الكريم في سورة القصص في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين، صدق الله العظيم. ويروي لنا القرآن قصة قارون، فهل وقعت هذه القصة وبني إسرائيل وموسى في مصر قبل الخروج، أم وقعت بعد الخروج في حياة موسى عليه السلام؟ وهل القصر الموجود بالفيوم بمصر هو حقا قصر قارون؟ وهل وقع الخسف هناك مكان البحيرة؟ في الحقيقة إن زمن حدوث قصة قارون كان بعد خروج موسى وبني إسرائيل من مصر، حيث أن قارون كان يقرأ التوراة، ونزول التوراة كان بعد الخروج، حيث نزلت الألواح على موسى عليه السلام بعد خروجه من مصر وكان فيها التوراة، وبالتالي القصة لم تقع أحداثها وقت وجود موسى عليه السلام بمصر. أما عن القصر والذي يسمى بقصر قارون بمدينة الفيوم بمصر، فهو ليس له علاقة من قريب أو من بعيد بقارون وقصته، حيث يرجع ذلك القصر إلى العصر اليوناني، أي في زمن بعيد عن زمن قارون وموسى عليه السلام. وذكر في المصادر الأثرية أن هذا القصر هو معبد من العصر اليوناني، وخصص لعبادة الإله سوبك، إله الحب عند الرومان، ولكن سكان المنطقة في العصور السابقة أطلقوا عليه تسمية قصر قارون لوجوده بالقرب من بحيرة قارون المجاورة له، والتي تم تسميتها بهذا الاسم لكثرة القرون والخلجان بها، فأطلق عليها قديما بحيرة القرون، وحرفت هذه التسمية مع الوقت إلى بحيرة قارون. فبالنسبة لمكان الخسف وقصر قارون وكنوزه فهي غير معلومة إلى وقتنا هذا، وكل ما ذكر في ذلك ما هو إلا اجتهادات ودراسات، ولكن لم يتوصل أحد إلى مكان خسف أو كنوز قارون إلى الآن. إلى هنا نكون قد انتهينا من عملنا هذا، نرجو من الله أن أكون قد وفقت في إيصال المعلومة الصحيحة لكم، وأن أكون قد أفدتكم. ولا تنسوا دعمنا بالاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.